يمكن جميعا متابعين الفترة الأخيرة إنه في حالة انشقاق وانقسام سياسي حوالين مواقف الحكومات الغربية البريطانية والأمريكية والأوروبية بشكل عام تجاه ما يحدث من حرب وإبادة جماعية في غزة. وصل الأمر إن إحنا لأول مرة في التاريخ بنشوف مظاهرات يهودية في نيويورك بتخرج تناهض سياسات أمريكا وسياسات إسرائيل وتدعم الشعب الفلسطيني وتطالب بحقوقه. شفنا كم كبير من الرسائل والاتصالات الداعمة للشعب الفلسطيني اللي بتروح لأعضاء الكونغرس، وده تاريخيا ما حصلش بهذا الحجم. شفنا في الخارجية الفرنسية برضو لأول مرة نتكلم عن يمكن 10 سفراء لدول بيدينوا بشكل كبير اللي حصل في مذكرات جماعية تقدم في قصر الإليزي اعتراضا على سياسة الفرنسيين تجاه ما يحدث في قطاع غزة، ومسألة الموقف الفرنسي مما يحدث في قطاع غزة. وتابعنا يمكن أنه في معظم القطاعات حصل نوع من أنواع الإفاقة للنخب الثقافية وللدوائر الشبابية في المجتمعات الأوروبية وأيضا في المجتمعات الأمريكية، ويمكن سقطت الأطروحة القديمة اللي كانت بتطرحها إسرائيل دايما والحديث عن الحقوق والنزعة الإنسانية اللي بكل تأكيد تهاوت أمام ما يحدث من حرب وإبادة جماعية في قطاع غزة. لا أعتقد أنه ممكن إسرائيل تقدر أنها تغير هذه النظرة، نظرة الشعوب الأوروبية اللي بالفعل شفناها في الشوارع بتنصر الشعب الفلسطيني وتطالب بالحق الفلسطيني وتطالب حكومتها بالتدخل لوقف إطلاق النار ووقف كل ما يحدث من جرائم حرب تجاه الشعب الفلسطيني. شفنا يمكن مسؤولين كبار في القارة العجوز بيطالبوا تحقيق عقوبات على إسرائيل على ما يحدث في قطاع غزة، وبالتأكيد ده اتغير كتير. دي ما كانتش المواقف الأوروبية والغربية من بداية هذا العدوان الغاشم في قطاع غزة. ففي زي ما قلت لحضراتكم حالة من الانقسام، ويمكن الأمر امتد للبرلمان البريطاني اللي تواجد فيه كتلة رافضة لقرار وقف إطلاق النار في غزة، لكن الحقيقة الأمر زاد حدة الاعتراضات في الشعب البريطاني وفي الشارع البريطاني وخرجوا. والحقيقة أنه كل مرة إحنا بنشوف تظاهرة أكبر من التظاهرة اللي حصلت في الأسبوع اللي فات. حضراتكم عارفين بينزلوا في الويكند للتظاهرات. الحقيقة أنه أي بني آدم على وجه الكرة الأرضية، أي إنسان لسه يشعر بإنسانيته، لازم أنه يدين ما يحدث في قطاع غزة، مش لازم هو جنسيته إيه. لكن الحقيقة أنه مواقف الشعوب تؤثر على قرارات حكومتها، وده شفناه حصل يعني داخل المجتمع البريطاني على وجه التحديد العديد من التوترات اللي حصلت. وصل الموضوع لاستقالات شفناها داخل أعضاء حزب العمال، ويمكن ده الحزب المعارض الرئيسي عندهم للحزب المحافظ، استقالوا من مناصبهم احتجاجا على موقف الحكومة البريطانية من الحرب. شفنا كمان وتابعنا الهجوم اللي شنته وزيرة الداخلية البريطانية ما يحدث من موقف لرئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك على موقفه مما يحدث في قطاع غزة، وقالت إنه هو بيفتقر لصفات القيادة وفشل في إدارة ملفات، وكانت هنا بتشير تقريبا لملفات المهاجرين. خلينا نشوف ونقف على هذه المواقف ربما المتناقضة بين الحكومات الغربية اللي بتمد إسرائيل بالسلاح وبالدعم الإعلامي والدعم على أرض الواقع والدعم السياسي أمام العالم، وبين حكومتها وما بين شعوبها اللي بترفض هذا بشكل كبير. معنا دلوقتي على التليفون أستاذة منال لطفي، مدير مكتب الأهرام في لندن. مساء الخير على حضرتك. وإلى أي مدى تؤثر هذه المواقف الشعبية والشارع الأوروبي وربما الأمريكي المنتقد لهذه السياسات من قبل الحكومات الأوروبية والأمريكية الداعمة لإسرائيل بشكل كبير، إلى أي مدى تؤثر هذه المظاهرات وهذه الضغوطات الشعبية على من يصنع القرار
لو بنتكلم على ما يحدث في غزة. أولا مرحبا بحضرتك والمشاهدين الكرام. أعتقد أنه التأثير في الآونة الأخيرة آخر أسبوع تحديدا أصبح واضح جدا للعيان، وأعتقد أننا من 48 ساعة في مفترق طرق. هناك الكثير من الضغوط على إسرائيل حتى من حلفاء مثل أمريكا، مثل فرنسا، بالتأكيد أيضا مثل أسبانيا والبرتغال وبعض هذه الدول تاريخيا كانت داعمة لحق الفلسطينيين في دولة. هناك التحولات في الموقف الإسرائيلي وضحت قبل ساعات عندما قالت إسرائيل أنها سوف تدخل بعض الوقود، أنها سوف تدخل مساعدات إنسانية أكثر. أعتقد هذه بداية لمزيد من التعاطي الإسرائيلي مع الضغوط الدولية عليها، وكما تفضلت هذه الضغوط لم تأتي من الحكومات بالضرورة، إنما أتت من الشارع الأوروبي. إنما أستاذة منال، في هذه النقطة على التحديد، ربما هناك حديث عن أنه إسرائيل بتكسب وقت بمسألة الموافقة على دخول الوقود. أستاذة منال حضرتك معايا؟ طيب، لحد ما نحاول نرجع تاني لأستاذة منال، كنا نتحدث عن مسألة الوقود طبعا وأهمية دخول الوقود، لأنه يعني مسألة أنه عدم توفر وقود دي كارثة كبيرة، لكن قطاعات عدة بتتحدث أيضا عن أنه إسرائيل ربما لم تلتزم بهذا، وده حصل في زي ما حصل في ملف الأسرى قبل كده. ممكن صاينة يعني ما فيش كلمة، لكن الحقيقة أنه اللي حصل النهاردة على أرض الواقع الوقود دخل، فنتمنى استمرار هذا واستمرار هذا التنسيق المصري الدائم اللحظي لإنقاذ أهالينا في غزة. نعود لأستاذة منال لطفي، حضرتك معانا يا فندم؟ اتفضلي. أكيد استمر يا فندم، أنا بسمع حضرتك، اتفضلي. أنا للأسف لم أستمع للسؤال الثاني. طيب، عذرا. إحنا حضرتك كنت بتتحدثي عن مسألة الوقود وإنه إدخال الوقود اليوم، لكن ربما أوساط سياسية عدة تتحدث عن أنه إسرائيل بتكسب وقت في مسألة الموافقة على إدخال الوقود، أو ربما تتهرب من الضغوط الدولية فتوافق على إدخال الوقود. بالتأكيد حكومة نتنياهو حكومة إجرامية، وبالتأكيد سوف تحاول التهرب من إرسال مساعدات ووقود لغزة، لكن الضغوط الدولية عليها أكثر من احتمال حكومة نتنياهو. البعض يقول إذا كان على رأس إسرائيل أي رئيس وزراء آخر غير نتنياهو، ربما كان التعاطي الإسرائيلي بالمجمع مع هجوم أكتوبر، مطلع أكتوبر، كان سيكون مختلف. لكن نتنياهو يريد أولا إنقاذ مستقبله السياسي أو ما تبقى من مستقبله السياسي، ويقوم بهذا على دماء الفلسطينيين، وأوروبا وأمريكا يدركان هذا، والمجتمع الدولي أعتقد يدرك هذا. نحن الآن أمام تفكيك لكل مجمل الهسبرة الإسرائيلية. الهسبرة هذا مفهوم مهم جدا في السياسة الخارجية الإسرائيلية، مفهوم يقوم على استراتيجية دبلوماسية للتأثير على الرأي العام العالمي. لطالما تصورت أو صورت إسرائيل نفسها باعتبارها ضحية المنطقة العربية، وأنها الدولة الوحيدة التي لديها أعداء من كل جانب، وفي كل الجرائم السابقة للكيان الإسرائيلي كانت تستخدم الهسبرة تلك الاستراتيجية، والتعبير الترجمة هسبرة يعني explanation، تفسير، يعني هي تستخدم استراتيجية الهسبرة أو التفسير لتبييض الجرائم، واعتمدت عليها منذ عقود طويلة في محاولة في الاستراتيجية الدبلوماسية العالمية للسيطرة على السرد النريشن والتلاعب بالمعلومات والتلاعب برأي العام الأوروبي. هذه الاستراتيجية بالكامل، الهسبرة، سقطت في الحرب الدمية الحالية على غزة. صحيح صحيح. وأعتقد أنه في داخل إسرائيل هناك إدراك، أيضا دعينا نلاحظ أنه في آخر 48 ساعة شركاء في الائتلاف الحكومي لإسرائيل دعوا نتنياهو للاستقالة، وهم صحيح. يعتقدون أن بقاء نتنياهو في السلطة يضعف إسرائيل أكثر وأكثر. هناك في أوروبا سؤال أخلاقي مهم جدا، يعني المواطن الأوروبي عندما يرى على الشاشات ما يحدث في غزة يقول هذا لم يحدث في حياتي، أنا لم أرى في حياتي هذه صحيح. المشاهد، أنا لم أرى في حياتي استخدام الماء كأداة حرب أو كسلاح في أرض معركة، هذا لم يحدث. يعني مرت على الإنسانية حروب قاسية للغاية ووحشية للغاية، لكن لم تكن هناك حرب بوحشية ما يحدث اليوم في فلسطين. وبالتالي الرأي العام الأوروبي متنفر. غدا في بريطانيا لن تكون هناك مظاهرات حاشدة كبيرة في وسط لندن كما يحدث كل أسبوع، لكن سوف تكون هناك مظاهرات في كل مدن بريطانيا، في كل المدن الصغيرة، في كل المدن التي ربما لا تخرج فيها مظاهرات بشكل دائم، لكن غدا سوف تكون في بريطانيا مظاهرات كبيرة جدا. الموقف الفرنسي لافت
لانه ماكرون هو الزعيم الاوروبي الوحيد الان الذي يتحدث عن انه اسرائيل تقوم بقتل الاطفال وتقوم بقتل النساء، ودعا قال نتنياهو ستوب كيلينج بيبيز، توقف عن قتل الاطفال. هناك تحول لافت في الموقف الاوروبي، جزء منه فشل الهسبره الاسرائيليه، وجزء منه انه اوروبا تشعر بضعف بالغ. يعني تدرك اوروبا الان انه نزع يديها من الصراع العربي الاسرائيلي كان خطيئه كبيره، لانه الاداره الامريكيه، اي اداره امريكيه لم تكن يوما في هذا الصراع محايده، وهم يعترفون. يعني كان ديفيد ارون ميلر احد المفاوضين في مطلع الالفيه، مفاوضين السلام، وهو امريكي يهودي، هو نفسه اعترف انه امريكا لم تكن ابدا مفاوض محايد في هذا الصراع. اوروبا الان تريد ان تدخل المشهد. واللافت ايضا انه جوزيف بارول المسؤول السياسه الخارجيه الاوروبيه وضع خطه مهمه في اعتقادي انا، من 6 نقاط اعتقد انه العالم العربي يجب ان يبني عليها بجديه، لاستخدام نفوذ اوروبا، لانه اوروبا لديها ميزه ليست لدى امريكا. اوروبا بها 44 مليون عربي ومسلم. صحيح. 44 عربي ومسلم يستطيعون ان يحدثوا اقامه الفارق. حكومات. صحيح. بالتاكيد اقامه حكومات واسقاط حكومات، بالذات في بعض البلاد التي بها تمثيل عربي واسلامي قوي. وبالتالي يجب ان يتم البناء على خطه جوزيف بورل، هي تقوم 6 نقاط اهم من اهم النقاط: انخراط اوروبي في مفاوضات السلام المستقبليه، ومشاركه العالم العربي في الحل، وسلطه فلسطينيه في الضفه وغزه، ومنع التهجير القسري للشعب الفلسطيني، وعدم وجود امني طويل المدى لاسرائيل في غزه، وبالتالي وعدم استقطاع اي اراضي من اراضي غزه، خاصه طبعا الشمال، لانه اسرائيل او بعض الجماعات الاكثر تطرفا على راسهم نتنياهو يريدون استقطاع جزء من شمال اسرائيل، من شمال غزه عفوا. وبالتالي هذه الخطه، منع الاستقطاع للاراضي الفلسطينيه، عدم وجود امني طويل المدى لاسرائيل في غزه، وقف التهجير القسري للفلسطينيين، سلطه في الضفه وغزه، وانخراط عربي وانخراط اوروبي، هذا كله سوف يوازن الكفه. لانه دعونا نعترف انه بسبب سيطره امريكا على المشهد، على الملف الحساس، صحيح، الشرق الاوسط كله الان في حاله اشتعال، والجبهات اذا فتحت لن يستطيع احد وقفها. هذه حرب مصيريه بكل معنى الكلمه. صحيح. يعني وبالتالي الخوف كبير، وتحذيرات المسؤولين في المنطقه مهمه ويجب ان تؤخذ بكل اعتبار، لانه اذا فتحت هذه الجبهات لن يتم وقفها. صحيح. ويمكن حتى الخوف داخل اسرائيل مما يحدث ومن هذا التغير الغربي، وان كان لسه على المستوى الشعبي، ولكن هذا يحدث خوفا وقلقا شديدا في الداخل الاسرائيلي. بالتاكيد. وبالتالي ليس من المثير للعجب انه ايهود اولمرت رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق اليوم خرج يقول انه يجب ان نعطي افاق سياسي لدوله فلسطينيه. يعني هذا الكلام في هذا التوقيت بالذات قد لا يجد هوى في قلب اليمين القومي المتطرف في اسرائيل. صحيح. لكن هناك القليل من العقلاء، واسرائيل العقلاء فيها يقولون باليوم، يعني يتراجعون في الاعداد وفي التاثير ايضا يوما بيوم. لكن فكره الحديث عن افاق سياسي فكره مهمه جدا، لانه الشعب الفلسطيني لا يمكن ان يستكين للابد بدون حل سياسي، بدون حل الدوله. صحيح. واذا لم تكن تلك الاصوات موجوده في اسرائيل سوف ندور في حلقه مفرغه، لانه امريكا لا تستطيع اجبار اسرائيل على الوقوف الموافقه على فكره الدوله، لكن امريكا تستطيع مع اوروبا. اذا ضغطت امريكا وضغطت اوروبا وضغطت الصين وضغط الشرق الاوسط، والشرق الاوسط قوي، اذا استخدم الشرق الاوسط اوراقه بكفاءه الشرق الاوسط قوي. وبالتالي اعتقد انه هذه الماساه، يعني نحن الان نعيش في ماساه انسانيه غير مسبوقه للعرب، ليس فقط لفلسطين. قد كده المجتمع الدولي فعلا عنده، ما كناش نتمنى ونعيش ونشوف اللي بيحصل في الحقيقه الايام دي. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذة منال لطفي، مدير مكتب الأهرام في لندن، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا.